شباب. وما ديرات خويا بقا جاونا مجموعه من الشباب اللي كيهتموا بمجال اسماعيل البصري ايكيب انرجي فيزون. هاد ليكيب اللي خدمات على مجموعه من البروجي منهم ديكور ميتراج، وحاليا جاونا باش يتكلموا لنا على مجموعه من الصعوبات اللي كتواجههم في هاد المجال. غادي نخليكم تكتشفوا ايكيب انرجي فيزون. السلام عليكم، معكم ايكيب انرجي فيزون اللي جاكم مدينه خريبة. هاد ليكيب اللي متخصص في الميدان ديال لوديو فيزيال اللي كيتكون من الساده اللي هما بجوج ما حاضرينش معنا، وبطبيعه الحال اليوم حاضر معنا سعيد الودادي اللي مكلف بالكاميرا والميكساج، محمد حبيب الله اللي مكلف بالاخراج والسيناريو، محمد رشاحي اللي مكلف بالمصمم الجرافيك دي تخواضي، وبطبيعه الحال يوسف حمراوي اللي مكلف بالموقع الالكتروني ديال المجموعه. بالنسبه للسمعي البصري، علاش اختارين السمعي البصري؟ حيت شحال الميدان اللي كنقدروا نبدعوا فيه، الميدان اللي كنقدروا نفرضوا فيه المواهب ديالنا. حاولنا نكون واحد ليكيب صغيره اللي كتكون من 6 افراد كتخدم متناسقه فيما بيناتها، كل واحد كيفكر بوحدو، كل واحد كيفكر بوحدو كيخدم بوحدو، ومي في الاخر بروجي كيخدموا في الجروب كامله وكيكون ديال الجروب. كنحاولوا ننوعوا لي بروجي ديال الجروب، كنحاولوا نخدموا لي فيلم، كنحاولوا نخدموا الاشارات، كنحاولوا نخدموا لي فيديو كليب، ودابا خدامين في واحد البروجي يلاه معنا باش تشوفوا. لي بروجي اللي هما عباره على دي فيديو كليب، دي بون دانونس، دي فيلم، وحنا خدامين في صدد تحضير مجموعه من الافلام اللي غتكون بمستوى احسن من هذا. والاعمال ديالنا ديجا داز في مجموعه من القنوات فضائيه وارضيه، ولما لا نطمحوا اكثر منها. الفيلم اللي غيكون المخرج ديالو محمد حبيب الله، السيناريو موجود، غادي نستعنوا بممثلين كانوا ممثلين معنا في الافلام قبل وممثلين جداد، السيناريو موجود، كل شيء هو هذاك، غادي نتصور في خريب يميت، بالاضافه عندنا فيديو كليب ديال عماد الدراج، غادي نصوروا تو نيت خريب، وفيديو كليب ديال ميكرو ميموار ديال الراب. حنا ليكيب انرجي فيزيون عندنا العمل ديالنا كنواجهوا بزاف ديال الصعوبات، بريتو كاع لي جون ماروكان اماتور دون سو دومين اوديو فيزيال. كاين المشكل ديال الماتيريال، يعني كيما كتعرفوا حنا غنوجدوا واحد الفيلم، تيليفيلم اللي سبق وهضر عليه الزميل ديالنا محمد رشاحي، اللي هو فيلم بروفيسيونيل، يعني سي لا بروميير فوا باش نخدموا دي فاسون بروفيسيونيل، وغنحاولوا ننافسوا الافلام القويه. الماتريال اللي غادي نحتاجوه هو ماتريال قوي، وغادي نكثفوا المجهودات ديالنا باش نحاولوا نعطيو للبيبليك واحد الصوره زوينه على انرجي فيزيون، ونحاولوا نوصلوا لواحد الحاجه اللي ديجا ما وصلناش لها. بالنسبة لكاع الجمهور ديالنا اللي كيتبعنا، فإنرجي فيزيون جاية بجديد تيلي فيلم إن شاء الله اللي غادي يكون على شي شان من لي شان المغربية، واللي كيبغي يتبع الأخبار ديالنا فالسيت ديالنا إنرجي فيزيون .net وشكرا.